ربما يجب علينا إعادة التفكير في طريقة تناولنا للطعام وأسلوب حياتنا. مثلاً نسيان تناول وجبة الفطور قد يعمل على خسارة الكثير من الطاقة التي يستفيد منها الجسم، لكن إذا قمنا بشرب القهوة قبل تناول أي شيء، هنا قد تصبح مشكلة تضر الجهاز الهضمي. كل هذه طبعاً مشاكل نسمع كثيراً أيضاً عن نصائح حول كميات وأوقات شرب المياه، فما هي أفضل الممارسات في ذلك؟ وشو الممارسات السيئة أو العادات الغذائية الصحيحة بالمقابل؟ وما هي أكثر الأخطاء اللي بنقوم فيها؟ هذا ما سنتعرف عليه مع اختصاصي التغذية العلاجية الدكتور نادر الصنع. أهلا وسهلا فيك أستاذ نادر. صباح الخير. مش عارفه بصراحه من وين ابلش لك من الاخطاء. فعليا لسه كنا عم نحكي صحيح. في اخطاء توارثناها، في اخطاء تعودنا عليها، في اخطاء نتوقعها صحيح. بسبب الحياه وممارسات الحياه اليوميه. خلينا نبلش من اكثر الممارسات خطوره والتي يجب ان نغيرها، بعدين بنصير للاقل خطوره. شو رايك؟ تمام يا ستي. تفضل. طبعا يا ستي زي ما كنا بنحكي قبل شوي، هلا في وحده من العادات اللي احنا عم تيجينا وباستمرار عم نسمع عنها حتى من اطباء اختصاص، لما يبعثونا المرضى بتلاقي المريض ماشي على اعتقادات بنيت من خلينا نحكي من ايام جدودنا. يعني على سبيل المثال انت لما تحكي يجي بيشنت عنده مثلا حصوه بالكلى، اي ايام زمان كانوا يحكوا له عندك حصوه اشرب منقوع البقدونس او ميت البقدونس، هاي بتساعد انها تخرج الحصوه. هلا هذا الحكي مش صحيح 100%. اول شيء انا بدي اعرف كاخصائي شو نوع الحصوه. اذا عرفت انا شو نوع الحصوه، على هذا الاساس انا بدي ابلش اتحرك. معظم انواع الحصوات المشهوره او الاكثر تواجدا هلا في الوقت الحالي اللي هي حصوه الكالسيوم اوكزاليت، وعندنا حصوه اليوريك اسيد. كل حصوه علاجها مختلف عن الحصوه الاخرى 100%. هم اكثر، هلا زي ما حكينا اكثر متداولا او اكثر دارج عندنا اليوريك اسيد والكالسيوم اوكزاليت. فانا لما اجي احكي للمريض اشرب ميه البقدونس، طب عفوا البيشنت اللي عنده حصوه الكالسيوم اوكزاليت، تمام، البقدونس بيحتوي على كميات كبيره من ماده الاوكزاليت، فانا لما اعطيها لمريض عنده هاي الحصوه ممكن تبلش تعطيه اعراض زياده، الوجع يزيد 100%. فانا بهمني اول شيء اعرف شو نوع الحصوه واعرف اشتغل عليها، والعادات هاي فعلا موجوده من ايام القدم. اكيد الحياه اختلفت، حتى صحيح. نوع الطعام اختلف، ممارساتنا الحياتيه اختلفت، فبالتالي تاثر اجسامنا بالامور. في ناس كانت زمان تزبط معهم بعض الاشياء بطلت تزبط معنا في هذا الوقت. طيب خلينا نيجي للعادات اليوميه اللي بيمارسها معظم الناس. تمام. ان كان من ناحيه شرب القهوه قبل او بعد الاكل، احيانا حتى فكره الفطور او عدم الفطور. تمام. الى اي مدى احنا بنحكي انه هناك خطا وهناك افضل الممارسات؟ تمام يا ستي. هلا بالنسبه لتناول الفطور او عدم تناول الفطور، هلا نحن بهمنا كاخصائيين تغذيه علاجيه للاشخاص اللي عندهم اوزان ثقيله واللي ممكن انه تسبب لهم امراض، او حتى للي عندهم امراض، انا لما بدي ابلش اشتغل مع المريض انه لازم انا انزل وزنه بطريقه مثاليه. في اشخاص بيجي بحكي لك انا طب انا باكل وجبه وحيده بالنهار وما عم بنزل وزني، وعندي امراض، عندي ضغط، وعندي سكري، طب شو بدي اعمل؟ يا اخي طب ما هو ما بزبط. نحن عندنا في شيء ميكانيزم بالجسم بنسميه عمليات ايض، فانت لما تاخذ وجبه واحده بالنهار، نحن عمليات الايض هاي بنعتبرها خامله. هلا عمليات الايض اذا نشطناها بصير الجسم عنده قابليه يا اما يزيد وزنه يا اما ينقص وزنه. في بعض الاشخاص ما بفرق معهم مثلا انه يزيدوا او ينقصوا. صحيح. في ناس خلاص بضلهم مرتبطين بعاداتهم اكثر من اي شيء، يعني بصير جزء من راحتهم النفسيه، جزء من روتينهم، جزء من حالتهم المستقره الى حد ما. صحيح صحيح. فكيف ممكن نوازن ما فكره ما هو الافضل وفكره انه هذا روتين حياتي؟ انه حتى لدرجه انه في بعض الاشخاص ممكن يقولوا لك جسمي هيك. تمام. تعودت على هيك. طيب. وفاهم جسمه. طيب. فمين الاقدر على انه هو يعرف ما الذي يناسبه او لا؟ شوفي ستي، بيجونا وفعلا بيحكوا زي ما انت بتحكي، وكميات الاكل بكلوها، بكلوا مثلا وجبه واحده بالنهار، تيجي لما تبلش تحطي له وجبات، طب انا كيف بدي مثلا انزل وانا اوريدي وجبه واحده ما بتنزلني وانت عم بتحط لي كميات كبيره؟ طب كيف يا اخي؟ ما هو نحن بنرجع بنحكي انا لما اوزع وجباتك انا بنشط عمليات الايض، جسمك قابل انه يا اما يزيد وزنه او ينقص وزنه، ولكن بالاعتماد على نوعيه وكميه الكالوريز بالاكل. هلا في عامل ثانوي طبعا
بعد ما انا اخذ الميديكال هيستوري للبيشنت بيهمني دائما اعرف هل في عنده امراض صحيه، واذا نزوله هل هو له او عدم نزوله هل هو له علاقه مثلا باضطرابات الغده الدرقيه مثلا او مقاومه الانسولين، لانها بتاثر تاثير كبير. اذا ما في هاي الاشياء موجوده عندي فانا عندي القدره اني نمشي مع المريض وننزل. وزي ما تفضلتي حضرتك يعني شرب القهوة على الصباح، أنا بدي أسألك ياهم هدول أسئلة سريعة، بتقول لي آه أو لا وأعطيني البديل. حاضر. شرب القهوة بعد الطعام مباشرة يفضل ستي، خصوصا القهوة البلاك كوفي بعد الطعام، في حالة الأشخاص اللي بيعانوا من القلق الليلي يفضل أن تكون بعد الفطور دائما. طيب النفخ على الطعام عشان يبرد، في دراسات بال 2021 نعم 100% بكتيريا بال الكافيتي تبع الفم ممكن تتطاير وتوصل على الطعام، ممكن تدخل لتجويف لم تصل للأطفال، التجاويف الموجودة بالأسنان ممكن تتسوي بكتيريا عنا. الفاكهة بعد الوجبة ما في عليها أي مشاكل، ما بصير في امتناع أو نقصان بامتصاص المينرالز والفيتامينز، لا بالعكس المعدة تعتبر زي محتوى أو كونتينر ببسط وبمرق الأكل والفيتامينات بطريقة منظمة عشان يتم امتصاصها بالأمعاء. وجبة واحدة دسمة باليوم لا تفضل، يعتبر عمليات الأيض عملية جدا واطية، الجسم بصير عنده قابلية لتخزين الدهون أكثر من أنه ما يكون وجبات أكثر على مدى الطول. طيب هل المشروبات مثلا القهوة والشاي هاي بتعوض عن الماء؟ لا ستي، نحن نعتبرها إشي ثانوي. للستات باليوم اللي ما عندهم رياضة لا يقل شرب الماء عن لترين و 200 مل باليوم، أما الذكور لا يقل عن لترين و 800 مل باليوم. طيب منقوع بعض الأعشاب بشكل عام، كان البقدونس أو حتى أحيانا مية الملفوف، خلينا نحكي. تمام ستي، هلأ ما في عليها أي تأثير، خلينا نحكي على عمليات أنه تنزيل وزن أو شيء زيك، بس زي ما حكيت لك في بعض الشغلات اللي ممكن ريليتد لبعض الأمراض لازم الواحد يراجع فيها، ولكن زي المنقوع خلينا نحكي اليانسون البابونج هاي ما في عليها أي مشاكل. هل هناك بعض الأغذية بتحبس السوائل بالجسم زي البندورة أو غيرها؟ هذا هو من الاعتقادات الخاطئة أنه البندورة اللي بتعمل على احتباس السوائل، ولكن البندورة ما عليها أي مشاكل بهذا الخصوص. في طعام ممكن أنه هو يعالج من النفخة، وفي طعام أو طريقة طعام أو طريقة أكل بتزيد النفخة. تمام ستي، هلا التحضير الجيد للطعام ممكن يخفف من اعراض النفخه عندنا. بعض الاطعمه ممكن تتاخذ بعد وجبات الطعام اللي ممكن تعمل نفخات وتساعد على نحكي كولون ريليف، ولا انه نستعمل الادويه الموجوده عندنا بالصيدليات. يعني خلينا نحكي بشكل عام في قواعد اساسيه لطريقه الاكل الصحي، اذا بدك تختصرنا اياها بمثلا ثلاث او اربع امور رئيسيه كقواعد الانسان يحاول فيها انه يغير حياته او طريقته. تمام يا ستي، اهم شيء تنظيم وجباتنا الغذائيه، شرب السوائل بكميات كبيره زي ما انت حكيتي بالنسبه اللي بتعمل النفخه، بنحاول دائما نبعد عن المشروبات اللي فيها غازات كثير، الناس اللي بيستعملوا اللي هي السترو هاي كمان ممكن واحدة من الشغلات ممكن تعمل عندنا نفخات بكتيريا صحيح ممكن يكون فيها 100% يا ستي 100%. الفيزيكال اكتيفيتي الرياضة اليومية لو نص ساعة باليوم، لو نص ساعة باليوم هاي شيء جدا مفيد للجسم، يعني الحركة الطبيعية اللي احنا بنكون فيها بالبيت او في شغلنا لا تعتبر فيزيكال اكتيفيتي، نحن بنعتبر الشخص بهيك حالة هو سيدنتري 100%. نادر الصناع أبدعت، شكرا لوجودك معنا اليوم، أهلا وسهلا فيك، صباح الورد.